فيلمنا بيبدأ بواحد اسمه كول، وده حد مشهور قوي بقى على السوشيال ميديا وعنده كمية متابعين الله أكبر، يعني يا رب الواحد يكون عنده نصهم مثلا. وبيصور كل فسوة في حياته، وكان بيكلم فانزاته وبيعرفهم أنه قادر على التحدي والمواجهة في أي حاجة، وده فعلا حقيقي لأنه دايما بيتحدى أصحابه وبيحط نفسه في تحديات صعبة بتعرض حياته للخطر. يعني من الآخر كده مفيش حاجة بتخوفه. وعمل تصويت مع فانزاته عشان يختاروا مكان المغامرة الجاية، وفانزاته اختاروا موسكو، وفعلا بيسافر مع أصحابه اللي هم داش وساماندا، أما دي بقى إيرن ودي الموزة بتاعته. وقبل ما بيقفل الفيديو بيطلع له توماس وبيتفاجئ إنه مسافر معاهم، وخلص الفيديو ورفعه. وبيقول داش إنه عارف واحد غني جدا في موسكو، ولما عرف إنكم جايين وشاف فيديوهاتك حبك وعايز يشوفك. كل اتبسط من الكلام وتحمس أكتر لما قال له داش إنه هيخلينا نجرب غرفة الهروب اللي في موسكو، وعرفه إنها مختلفة عن التجارب اللي عملها قبل كده، وده عشان الغرفة مخيفة وهتزود المشاهدات والمتابعين عندك. والمعلم فتح لايف وقال لمتابعينه إنه رايح لغرفة الهروب وعرفهم إنها لعبة، وإنهم بيحبسوك مع أصحابك في أوضة عشان تخرج منها لازم تحل الألغاز، وقال لهم إنه هيطلع لايف عشان يكونوا معاه خطوة بخطوة. وبيوصلوا المعلمين وداش حب ياخد اللقطة ويطلع ترند، بس المعلم دخل وما طلعش لوحده، طلع مع الاتنين دول وقفشوا فيه وما كانوش عايزين يسيبوه. حاول كل معاهم بس مفيش منه، لحد ما وصل أليكس وده الغني اللي كان مستنيهم. خلص الحوار في كلمة ونص وأخدهم وعرفهم على فريقه، وبالليل خدهم عشان يسهروا. وكل بطبيعته طبعا ما بيضيعش وقت، كل لحظة بيصورها، ونزلوا رأسه وخربوا الدنيا. وبعدها صور أليكس وسألوا عن اللعبة اللي محضرها لهم، بس قبل ما بيحكي له بيجوا بنتين توأم وبيقولوا لكل إنهم متابعينه وعايزين يتصوروا معاه. كل طبعا لما صدق وقاموا تصور معاهم. الوقت ده بيكون فيه اتنين بيضايقوا المزة بتاعته وكان عايزين يشقلطوها، وراح كله كان عايز يضربهم، بس من الواضح انهم رجالة تقيلة في المكان وما سابهمش غير لما الحراس بتوع أليكس وصلوا وقال لهم انهم مش هيسيبوهم. ولما مشيوا كانوا متضايقين من اللي حصل، وكل كان كل اللي همه انه يعرف اللي حصل ده تصور ولا لا. ولما روحوا إيرن قالت له انها كانت في خطر، وهو كان كل اللي شغله المعجبين بتوعه وما تعرفش اصلا هي تهمه ولا الاهم عنده صفحته وزياده المتابعين. والمعلم كول فضل سهران بيفكر في كلامها. تاني يوم قرر يقضي معاها اليوم لوحدهم، ولما نزلوا كان أليكس بعت لهم عربيه مخصوص وراحوا وتفسحوا. وكانت إيرن مش مصدقه نفسها انها قدرت تخليه ليها لوحدها اليوم كله يعني. وقبل ما بيمشوا من المكان ايده اكلته، مش قادر يعدي يوم من غير ما يصور لفانزاته. خلص تصويره وراح على الفندق وكان مستنيهم أليكس وعرفهم انهم هيبداوا اللعبه، وفعلا جهزوا وراح على المكان بتاع اللعبه. وكالعاده كل بيصور وعرفهم انهم هياخدوا تليفونه وانهم هيوصلوه بكاميراتهم عشان اللعبه هتبقى مباشر، وخدوا منه التليفون وفعلا وصلوه. ودخلوا عليهم رجاله لابسين ماسكات، وأليكس قال لهم انهم مش بيتكلموا انجليزي وعشان كده هو هيعرفهم التعليمات قبل ما يدخلوا، وقال لهم انهم محبوسين في سجن والمكان ده منشأ لأعداء الدولة، مكان بيعذبوا فيه الناس عشان يستجوبوهم يعني. وآخر راجل اتعدم موجود لسه في المكان وسرق المفتاح وخباه، وانت بقى اللي عليك تعرف المفتاح ده فين ده عشان تحرر أصحابك قبل ما الوقت يخلص ويتعدم. واخدوا كل واحد فيهم على مكان، وكل لقى نفسه في اوضه فيها جثه الراجل اللي قالوا عليه، وقعد يدور في الاوضه على المفتاح لكن ما لقاهوش، فاضطر يفتح جثه الراجل بالعده اللي موجوده. وبعد ما قعد يفعص في الامعاء شويه قدر يوصل للمفتاح ويخرج من الاوضه. ولما طلع شاف إيرن محبوسه ومعاها مفتاح لكن مش عارفه تطلع، وكمان شاف سامانتا وسمع أليكس وهو بيقول له ان مفيش وقت قدامه ولازم يحل اللغز بسرعه. والمعلم كان فاكرها لعبه بجد وعمال يكلم في فانزاته ويقول لهم انه حد جامد وهيحل الالغاز كلها. وبعدها سمع صوت داش وتوماس، ولما نزل لهم لقى داش في صندوق مش عارف يطلع منه، والصندوق عمال يقرب على بعضه ويقفل، وتوماس مربوط من ايده بحديد وايده بتتشد بطريقه صعبه جدا، وانه المفروض يلحقهم بسرعه. ودخل كل اوضه فيها تروس وحاول يحل اللغز بسرعه، وداش الصندوق كان خلاص بيتقفل عليه والحديده هتترشق في عينه، لكن قدر كل يحل اللغز ويخرجه. يلا يا عم طلعت جامد اهو. وكان فاضل نص ساعه والوقت يخلص وهو لسه ما انقص البنتين. ولما راحوا عند سامانتا قعد يضحك عليها داش، وراح كل وتوماس عشان يحلوا اللغز لكن من غير ما يقصد كهربها، وراح داش عشان يجرب لكنه كان رخم ومستهتر قوي وكان واخدها لعبه. والبت يا عيني عماله تتكهرب اكتر لحد ما زعق فيه توماس وقال له انها بتتكهرب بجد، لكن ما كانش في حل تاني عشان يطلعوها، وفضل يلف في الحديده وعند كل فتحه كانت سامانتا بتتعذب لحد ما وصل للنهايه والباب اتفتح، وقالت لهم انها عايزه تمشي ومش هتلعب اللعبه دي تاني. ولما حاولوا يتواصلوا مع أليكس ما عرفوش ومحدش رد عليهم، والمعلم داش قال لهم انه مش صاحبه ولا حاجه وانه لسه متعرف عليه واول مره يشوفه، وانها مجرد لعبه زي اللي كل كان بيلعبها قبل كده. وكل اتصدم وقال له ان في حاجه مش مظبوطه وبداوا يخافوا. بعدها بيروح الإيرن وبيلاقوها في مكان كده زي خزان وبيتملي بالميه، والبنايه مش عارفه تطلع ده غير انها مش سامعهم اصلا، وجريوا بسرعه على الاوضه اللي قدامها وشافوا ازازتين وكل واحده فيهم مكتوب عليها لتر معين،
وحظهم الحلو ان توماس كان عارف اللغز ده من فيلم اسمه الموت الصعب، وعمل نفس الخطوات اللي شافها في الفيلم، وفعلا الباب بيتفتح وما كانوش عارفين يفتحوا الخزان. حاولوا يطلعوا فوقيه بالسلم عشان يفتحوه لكنهم ما بيعرفوش، وحبيبته بتغرق قدام عينه ومش عارف يخرجها، وجري ناحيه الكاميرا وقال لأليكس يوقف اللعبه قبل ما حبيبته تموت، لكن ما كانش في رد من اي حد، والوقت بيعدي وحبيبته بتموت وهو بيجري زي المجنون ومش عارف يتصرف، لحد ما جات له الفكره انه يكسر الخزان، وجري بسرعه وحاول كذا مره وطلع فوقيه وقعد يكسر فيه لحد ما قدر يفتح الخزان ويطلعه. يا اخي فرحتني. وبعدها فتحوا اخر باب بالمفتاح اللي كان معاها، لكنهم ما لقوش أليكس ولا الفريق بتاعه، وكان موجود دم على الحيطه وحاجات متكسره، وكمان الباب بيتقفل عليهم. حاول يكسر كل القفل عشان يطلع، وقال لاصحابه انهم في بلد غريبه وانهم ما يعرفوش المكان اللي هم فيه، والكاميرات اتكسرت يعني محدش بيتفرج عليهم دلوقتي الا احنا يعني. ولما طلعوا بره لقوا فريق أليكس ميت يا حلولي، والرجاله الروسيه مثبته مزه أليكس بالمسدس وبعدها موتوها. واخد كل واصحابه على مكان تاني، وبيلاقي كل واحد داخل عليه وبيقول له ان في ناس دافع له عشان يشوفوهم وهم بيتعذبوا، وورى له انه طالع لايف، وكمان قال له انه هيبدا بحبيبته الاول وسابه ومشي. كول كان هيتجنن وقدر يطلع من الاوضه اللي هو فيها وشافهم وهم بيقتلوا سامانتا، وكمان بعدها خلصوا على داش وكمل كول وما كانش عارف يتصرف لحد ما قدر يطلع بره وشاف السواق اللي كان مع أليكس وقال له ياخد عربيته ويهرب قبل ما حد يمسكه، لكن كول قال له ان اصحابه لسه جوه وسمع صوت حد طالع فجري واستخبى بسرعه وشاف اتنين جزارين طالعين واخدوا السواق على جوه. ركب كل العربيه وهو منهار بس قرر يدخل وينقذ حبيبته وصاحبه، ولما دخل شاف توماس ووشه ما كانش فيه مكان فاضي ما اتضربش فيه واخدوا عشان يهربوا بس بيتقفشوا، وتوماس بيضحي بنفسه وبيقع هو والجزار من مكان عالي، وبيروح كل عشان يدور على حبيبته لكن بيشوف أليكس واقف مع الرجاله، وكمان شافه وهو بيموت السواق اللي ساعده. وبعدها سمع صوت حبيبته وكسر الإزاز ودخل لها، وترجى الراجل الروسي اللي جوه عشان يسيبها وقال له انه هيدفع له الفلوس اللي عايزها، بس الروسي قال له ان في ناس بتتفرج عليهم دلوقتي وبتدفع له اكتر، وهوبا قتل حبيبته قدام عينه. اتصدم كول وجاله الجزارين دول وزقوه بره، وبسرعه قفل كول عليه الباب وقعد وكان منهار من اللي حصل مع حبيبته واصحابه. ولما حس انهم خلاص هيدخلوا عليه هرب من فتحه في الاوضه وطلع على اوضه تانيه وشاف أليكس وهو واقف وبيصوره وقال له ايه شعورك بعد ما خسرت كل حاجه؟ قام كل وهو ماسك المسدس وكله غل وجري عليه وضربه وكان عمال يشتم فيه، وأليكس كان عمال يقول له استنى افهمك انت مش فاهم حاجه، لكن كل ما كانش شايف قصاده وقعد يضرب فيه لحد ما خلى وشه مش نافع ومات. وفجأة بيلاقي فيديوهاته على شاشات قدامه وصحابه كلهم وكل اللي قابلهم في روسيا داخلين عليه وكمان حبيبته، والمعلمين كلهم طلعوا عايشين ومحدش فيهم كان بيتعذب ولا حاجة، واتاري كل اللي حصل ده بالاتفاق مع بعض مقلب يعني عشان يعملوا ترند يكسر الدنيا، وكل ده لايف والناس بتشوفه والمشاهدات عملت رقم قياسي. بس أليكس مات وكانوا عايزين يعملوا ضجة وفعلا عملوها، واكتر من 143 مليون واحد بيشوفوه لايف، يعني فعلا ركبوا الترند بس دمروا حياته. ده طبعا كان نتيجه التحديات بتاعته وانه ما كانش بيهمه حد وانه كان اهم حاجه عنده يزود المتابعين والمشاهدات. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الملخص وحابب يوصل لك كل جديد اضغط اللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، واشوفك الفيلم الجاي.